السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة رياضيات أونلاين. إن شاء الله موضوعنا النهاردة راح نتكلم عن كيفية ضرب الأعداد، بس بشرط إن الأعداد دي تكون أحدها كام؟ أحدها واحد. قال لي علشان تضرب أي عددين أحدهم واحد، قال لي ركز معايا بكل بساطة، هتضع واحد وتجمع العشرات مرة وتضربهم مرة. يلا كده، اتنين لما أزود عليها كام؟ اتنين لما أزود عليها تلاتة خمسة، واتنين لما اضربها في تلاتة ستة. اذا بكل بساطة قدرت اجيب 21 في 31 بتساوي 651. طب يلا ناخد المثال اللي بعده كده يا شطار. ده احد واحد، ده احد واحد. اذا بكل بساطة انا هدل واحد وهجمع العشرات مرة وهضربهم مرة. تلاتة زائد اربعة سبعة، تلاتة في اربعة باتناشر. اذا بكل بساطة 31 في 41 بتساوي 1271. هناخد اخر مثال كده. قال لي ده احد واحد، ده احد واحد. اذا بكل بساطة انا هدل واحد واجمع العشرات مرة وهضربهم مرة. اربعة زائد خمسة تسعة، اربعة في خمسة بعشرين. اذا بكل بساطة 41 في 51 بتساوي 2091. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتضع لايك وتضع تعليق وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.